طوى العالم سنة 2018 بتحقيق ثورات عدة في المجال التكنولوجي، لكن العام الجديد يبشر بثورة استثنائية خارقة هي تقنية الجيل الخامس للإنترنت اللاسلكي، تقنية ستتيح اتصالات فائقة السرعة تصل إلى أكثر من 10 أضعاف سرعة الأجيال السابقة، ولن تكون مجرد شبكة إنترنت فائقة السرعة للهواتف النقالة، بل تكنولوجيا يمكن أن تدعم الجيل التالي من البنى التحتية وتسهم في تحويل مدن العالم إلى مدن ذكية. إنها مولود 2019 ينتظره المستهلكون والشركات بفارغ الصبر. لكن من سيقود سباق تطبيق التقنية؟ تلك التقنية التي أشعلت حرباً عالمية ساحتها الرئيسية الصين وأمريكا. شركات الاتصالات الأمريكية والصينية تتحرك بسرعة لقيادة مبادرات إطلاق شبكة الجيل الخامس والهواتف النقالة المشغلة للتقنية. الخلاف يتركز على الاستراتيجيات المبتكرة لتشغيل الشبكة. فالهواتف النقالة المستخدمة حالياً تشمل غالباً 4 أنظمة هوائية، لكن الوصول إلى الجيل الخامس يتطلب تزويد الهاتف بنحو 24 نظاماً هوائياً. الأمر مختلف بالنسبة للشركات الصينية. مثلاً شركة هواوي استخدمت نظاماً هوائياً يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لشبكات الجيل الخامس. الشركات الأمريكية في المقابل تتحرك بسرعة أيضاً، وعليها أن تدرك استخدام النموذج الأمثل في تطبيق التقنية أو المخاطرة بخسارة السباق لصالح الصين. علا مطيرة، العربية.